لحظات وينطلق شوط الختام والشوط الأول الرئيسي لفئة المفاريد والصعوب. يا سلام، شوط الرئيسي آخر، المقدمة والصدارة مباشرة مع حامل الرقم واحد وهو مصيح للسيد محمد بن زايد الخيارين. يا سلام، بدأ يباعد مصيح مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني يتقدم شعار بن عبدان صاحب الشوط الذي مضى مع الدوحة، يتقدم مع مهيوب حمد بن محمد آل عبدان على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث وانطلاقته مبهر للسيد محمد بن سالم المري وبن عبدان، يصل مع اسم آخر، اسم ثاني وهو ملفت حمد بن محمد بن عبدان. مهيوب وملفت خلاكم مصيح، راح مصيح محمد بن زايد الخيارين. يا سلام، ينطلق مع ملفت ليحرز هذه النقطة الممتازة، وما شاء الله الشكل جميل، الأداء أجمل، الانطلاق ذاتي 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 ورائع للغاية. محمد بن زايد الخيارين يندفع مع هذا الناموس، مع مصيح، مع مصيح من أيضا يلبي صيحات مالكه، يلبي أوامر مالكه. مصيح في هذا الصباح يذهب إلى تأهيل للختام المميز، ختام سباق فرحة قطر. فرحة قطر، ويا فرحتك يا فرحتك يا محمد يا بن زايد الخيارين بفوز مصيح وانتزاعه لهذه النقطة في هذا الصباح. تستاهل الناموس. المركز الثاني شعار بن عبدان، والذي تأهل هو مهيوب حمد بن محمد بن عبدان. المركز الثالث ملفت حمد بن محمد بن عبدان. التوقيت الزمني دقيقة 48 ثانية 49 جزء من الثانية. وبذلك مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا السباق. تهانينا والناموس لكل من فاز، وحظ أوفر لمن لم يحالفه الحظ. إلى الملتقى، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.